أنا من الشبهات في مسألة الحجابات، ما هو الرد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب حرزا لأبي ديجان؟ الرد شنو؟ قال موضوع منو؟ ايوه، ضعف ابن كثير في البدايه والنهايه. ابن كثير ما قال الموضوع باللفظ، لكن بكلام العلماء مع بعض يجمع وموضوع، لكن ضعف في النهايه. وان كان ضعيف فهو شنو؟ فهو لا يعمل به. حكم عليه بالوضع من؟ الإمام الذهبي في السير في المجلد الأول. طيب، ثاني أيوة ابن الجوزي في الموضوعات، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. طيب، من يقول أنه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جوز الحجبات، الرد عليه شنو؟ يا دكتور أيوة، نقل الخلاف ولم يجوز هو الحجبات. واحد. ايوه، ما هو الشيخ محمد عبد الوهاب قلنا شنو؟ نقل خلاف بعض السلف في انهم قالوا يجوز تعليق التميم من القران ومن اسماء الله وكذا. وطبعا التجويز هو حكم شرعي يحتاج الى دليل، فرد عليهم اغلب العلماء بماذا؟ ايوه، عامة، ولم يرد في ذلك مخصص. طيب، لو قال لك في الرقى، النبي صلى الله عليه وسلم ما برضه قال الرقى شرك برضه، خصصتوها بشنو؟ لك بداية كلامك كويس انت. ايوه، انه الرقى المنهي عنها هي الرقى الشركيه. ايوه، ضربه من ده، حديث متفق عليه روايه ابي سعيد الخدري. طيب، الان عرفنا من اين خصصنا الرقى. طيب، ها يلا نرد عليهم بشنو؟ نرد عليهم. أيوة، ياتا، أيوة، ما دي ترد على بالحديث إنه لا نصرف أو لا نخصص أو لا نقيد ما أطلق أو ما كان عاما إلا بشنو؟ إلا بدليل، والدليل الحديث المتفق عليه وما يدريك أنها رقية. كده نحن شنو؟ خصصنا بدليل. طيب، نرد عليه كيف؟ اللي بيقول تجوز من القرآن. طبعا كله في الخالفوا فيه بعض السلف هو في شنو؟ فيما كان من القرآن. ايوه، أن النص عام وليس له مخصص. أيوة، أن العام يبقى على عمومه ما لم يرد مخصص. ثانيا، سدا للذريعة أن لا يعلق غير القرآن، وهو الغالب الآن والواقع يقول ذلك. طيب، أها،
تنزيها للقرآن عن امتهان، تنزيها للقرآن عن امتهان. طيب، في مسألة وهي مسألة القراءة في الماء أو في الزيت أو في غيره فيشربها المريض، ما حكم ذلك؟ في فتوى للشيخ ابن باز في الجزء التاسع صفحة 409 من فتاواه أن ذلك يجوز، لأنه بيقول المحايات بالجوز هكذا. طبعا المحايات هي نفس ما كتب داخل الحجبات من الطلاسم، فتكتب على لوح، وهذا الماء يعني يجعل في شنو؟ في قارورة فيشربها الإنسان، وهو الدليل الجوز به المحاية في زعمه. طبعا احنا اخواننا ما عندنا اشكال في الاصطلاح، وان كان الانسان الواجب عليه ان ينضبط بالالفاظ الشرعيه، لكن لا يهولنك هذا اللفظ. طيب، هم الذي يستندون اليه هو اثر نقله ابن كثير بغير اسناد، نقله ابن كثير بغير اسناد في سوره النحل. يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قال ابن كثير: وروينا عن علي بن أبي طالب، وروينا هذا ما ذكر الإسناد، وروينا هذه من صيغ شنو؟ التضعيف. قال وروينا، فما عنده إسناد أثبت لنا أنه ده ثبت عن علي بن أبي. أين وجد ابن كثير في القرن السابع عليا رضي الله عنه؟ ابن كثير متوفى سنة كم؟ 774، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في سنة 40 أو نحو من ذلك. فأين لقي ابن كثير علي بن أبي طالب؟ فلا بد من الإسناد، لقول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. طيب، قال: إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صفحة. ده كلام علي بن أبي طالب، تجده في تفسير سورة النحل. وليغسلها بماء السماء، اللي هي موية المطر وليست بالدوايا. وليأخذ من امرأته درهما فليشتري به عسلا. هيوريك ليه كلهم اختار الحاجات دي. فليشربه بذلك فإنه شفاء من وجوه، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ونزلنا من السماء ماء مباركا. دي شنو؟ موية المطر، ما هي موية يجيب لك موية من الكرجاكة ويجي. ما شفتها لو جبتها من أي محل إلا تجيبها من شنو؟ إلا تكون موية مطر. فهمت؟ ده لو صح الأثر ذاته. وليه قال من درهم من مهر امرأتك؟ قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا طيبا. يعني أكل حلال. وأما أبوك الشيخ فهو كاهن، يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المحرمات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن وتاني ومهر البغي، فيدخل في حلوان الكاهن أبوك الشيخ، ما بيدخل في الدرهم الطيب. وقال عن العسل: فيه شفاء للناس. الإمام القرطبي قام جاب طرفة، قال بعض في تفسير الآية دي ذاته، قال: بعضهم يراد بها بنو هاشم ولعله من الروافض، وأنهم كالنحل، وقد ذكر بعضهم ذلك في مجلس أبي جعفر العباسي، فقال له رجل، يرد عليه كلامه ده: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم. ها؟ فهمتوا الكلام انتوا؟ لأنه ربنا قال يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه فيه شنو؟ شفاء للناس. فقال له: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم. قال: فأضحك الحاضرين وبهت الآخر وظهرت سخافة قوله. ده كلام الإمام القرطبي.
شيخ ابن باز عنده الفتوى أن هذا قال ولا سئل قال عن سؤال في أخذ الأجر على الرقية، والشق الآخر من السؤال قال وهل القراءة على الزيت أو الماء تأخذ حكم القراءة قراءة المعالج على المريض نفسه؟ فجاب على السؤال الأول ثم قال ولا حرج في القراءة في الماء والزيت في علاج المريض والمسحور والمجنون، ولكن القراءة على المريض بالنفث عليه أولى وأفضل. النفث قلنا هو شنو؟ النفث هو التفل بهوى ومعه بعض الريق. ثم ذكر حديثا عن أبي داود. طبعا ده برضو ما يكون المكتوب شنو أو المنفوذ فيه يكون موية السكن، لأنه دي بتضر الموية بتاعت السكن، الدواية اللي بيمرقوها من السكن ومعها لصاق صمغ عربي دي بتلصق لك في بطنك. طيب كده انتهينا من الشبهات في هذا الباب، وتكلمنا كنا عن الولاية مش، وتكلمنا عن الكرامة. طيب من يعرف الولي؟ الولي من هو الولي؟ الولي من هو الولي؟ أيوة ده تعريف الشيخ الفوزان، قال الولاية جمع الأولياء جمع ولي وهو المؤمن التقي، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منه الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأيضا ذكر تعريفا آخر ذكرناه، هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. ونفس هذا أو قريبا من هذا التعريف ذكره أيضا ابن حجر حديث رقم 6502، وهو حديث من آذى لي وليا، قال المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. وإذا أنت شفت حال من يزعم أنهم أولياء ما ينطبق فيهم ولا شرط من هذه الشروط كلهم. طيب قلنا الولاية نوعان، أها سريع يا أخوان عشان نخش في شبهات. أيوة ولاية قطعية ولاية مظنونة أو ظنية. طيب الولاية القطعية وردت بدليل، والولاية المظنونة طيب دار لي دليل من السنة على الولاية المظنونة. طبعا ذكرنا كلام القرطبي مش في انه لا يقطع انسان انه ولي، ليه؟ قال ليه؟ لانه لا نستطيع ان نقطع لانسان انه يوافي الله بالايمان، فما دمنا اننا لا نعلم انه سيرد على ربه بالايمان فاننا لا نقطع له بالولاية، فاذا قطعنا له بالولاية قطعنا له بدخول الجنة. طيب أنا داير لي حديث واضح في المسألة دي. حديث حذيفة رضي الله عنه. أها. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أناسا ويدعو آخرين. أها. فقال يا رسول الله ولا تعطي هذا فإنه مؤمن، فقال هو مسلم. فجعل يقول مؤمن فجعل يقول مسلم. أيوه ده حديث، لكن في حديث أصرح. برضو ده حديث واضح، لكن ذكرنا بعده حديث أوضح منه. حسين أيوة ده برضو من الأدلة الواضحة، جزاك الله خير. طيب من الأدلة برضو حديث عثمان بن مضعون لما قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا، قالت زوجه رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك أن الله أكرمك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل الله بي وإني لأرجو له الخير، قالت والله لا أزكي أحدا بعدك،
ثم رأت رؤيا أن له عينا تدفق، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فأولها أعماله الصالحة لا تزال لا يزال أجرها مستمر. وده فيه دليل واضح مش إنه ما بيجوز تزكي زول لأنك لا تعرف ما ختم له. طيب في البخاري ومسلم. طيب ما هو حق الولي؟ الولي ده حقه شنو؟ ما عنده حق؟ أيوة، أن يوالوه ولا يعادوه، أن يحبوه ولا يبغضوه، أيوة، أن يحترموه أو يكرموه ولا يهينوه. طيب الدليل، أيوة، من آذى لي وليا أو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب طيب قلنا تعريف الكرامات هي شنو؟ ايوه، هي امر خارق للعاده يجريه الله على عباده من عباده الصالحه. وزاد الشيخ الاسلام قال ان له هو مستقبل. طيب في ده ما ذكر تعريف العلامه الفوزان كاملا. ايوه خالد، خارق للعاده يجري الله سبحانه وتعالى على عباده من اتباع الرسل إكراما من الله له ببركة اتباعه للرسل صلوات الله وسلامه عليه. طيب ما هو ضابط الكرامة؟ أيوة، ألا تؤدي إلى رفع أصل من أصول الدين. أدلة الكرامات معروفة. طيب ما هو الفرق بين الكرامة والشعوذة وما يقع من الخوارق على أيدي السحرة؟ هنا المسائل دي لازم تكون محفوظة عندك، ده سلاح. أيوة، خوارق المشعوذين، أيوة، أن كرامات الأولياء سببها التقوى والإيمان والأعمال الصالح، وتلك سببها الكفر والشرك والفسوق والعصيان. ثانيا، ايوه ديك يستعان بها على اما امور محرمه او على الشرك بالله سبحانه وتعالى. ايوه ايوه ان كرامات الاولياء تقوى عند ذكر الله وتوحيده وقراءه القران، وتلك تبطل أو تضعف عند قراءة القرآن أو الذكر أو غيره. طيب بعدين دينا جلاء بعدين. طيب في كلام لابن تيمية أنا حاجيه في نهاية الكلام. طيب يقول لك ما دام ثبت إنه الناس دي الأولياء لله، يلا تعال شوفها شوفها. أنا دي حاجية قبل كلامي عن مسائل شبهات في علم الغيب أو في غيره من الشبهات اللي بيجوا بها الصوفيه في مسائل الخلق والاحياء والاماته والى اخره، دي نصوص عامه بيستدلوا بها. طيب يقول لك ما دام انه ثبت انه الله عنده اولياء فربنا حيكرمه، كما زعم ذلك المستضاف في قناه النيل الازرق في برنامج حلل البريق وهو يتبع للطريقه القادريه الكباشيه. قال انه ربنا، قالوا له في ختام البرنامج اذكر لنا كرامات انه احيا الميت وانه بيقول لشيء كن فيكون الى اخره. فقام المذيع عامل فوقه حريف وهو جبهجي جلد، فداير يأصل لمثل هذه المسائل. فقام قال له يعني يقول له في ناس الكلام ده بيكون عندهم، داك بدا يأصل من أولها وهي من أولى الشبه، إنه يقول لك جاء في الحديث القدسي عبدي أو ابن آدم، ابن آدم أطعني فيما أمرتك
هذه هي صيغة ما جاء. ابن آدم أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشيء كن فيكون. ابن آدم أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشيء كن فيكون. قام المذيع قال له لو ما في ناس يعني ضعفوا هذا الحديث بعدك حيجي للشبهة الثانية. طيب هذا الحديث ما ضعفناه هنا نحن أصلا، وما ثبت إنه حديث أصلا عشان يضعف، وهو حديث من نجر الشيعة وكلام من نجر الشيعة، تجده في رسائل إخوان الصفا. عارفوا رسائل إخوان الصفا؟ ها؟ ديل من الملاحدة الذين ينكرون النبوات، وبعضهم ينكر الإلهيات، وهم إباحيون إلى آخر. جزء واحد صفحة 298، رسائل إخوان الصفا، قاعد بيبيعوه في المكتبات دي. هذا السوداني وتباع فيه جميع الكتب. إبليس ذاته لو ألف كتاب بيلقى طبعته فلان. ها؟ دي المعتمدة، الطبعة المعتمدة. إخوان الصفا دي الناس قدام ملاحدة، وهم من غلاة الشيعة، من غلاة الشيعة. أي طائفة دارت تطعن في الإسلام بتجي بشنو؟ عبر الشيعة أو الصوفية. المجلد واحد صفحة 298. وكذلك النوري الطبرسي أو الطبرسي في مستدرك الوسائل، وهو من أئمة الكفر عند الشيعة، يعني هو عندهم كعلماء المذاهب الأربعة عند أهل السنة المسلمين. الجزء 11 صفحة 258. وما غلط في ذلك حتى كبارات المجرمين من الصوفية كالغماري، عبد الله الغماري، قال هذا الحديث يصادم نصوص من كتاب الله. وكذلك في بحار الأنوار جزء 90 صفحة 376، بحار الأنوار للطبرسي برضه. ما أذكره الآن، لكن هو ذكره. ما لو فيه خليه يجيبه لنا، قوليه يجيبه لنا في حديث موضوع في أي محل، ما بيقدر يجيب. وهو يصادم نصوص من القرآن، منها قول الله عز وجل إنما أمره، ده أمر منه الله، وجاء بأداة الحصر إنما ليفيد الاختصاص، أن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إقامة للحج على المشركين قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فسيقولون منهم الكفار، فسيقولون لله. طيب، وجاء في صحيح مسلم، وهذا من الأدلة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحد. سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عام، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى فيستبيح بيض من سوى أنفسهم حتى يستبيح بيضتهم، وأن لا يجعل بأسهم بينهم شديد، فمنعه فأعطاه الأوليين ومنعه الثالث. لذلك قال الله سبحانه وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه، أو قل هو القادر على ينزل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. في هذه الآية اتفق المفسرون وأوردوا هذا الحديث من سورة الأنعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله وربنا ما اداه. وهل أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ أطاعه. طيب هل أعطي يكون فيكون؟ ما أعطي يكون فيكون. أبو بكر الصديق شيوخك ديل عبدوا الله أكثر منه؟ ما عبدوا الله أكثر منه. هل أعطي أبو بكر الصديق كن فيكون؟ ما أعطي. عمر بن الخطاب قتل فضلا عن أن يعطى شنو؟ كن فيكون. فهذا واضح البطلان. لما لقى إنه كلامه ده ما أخده
بتاع الكباشي من الشيعة وليبكي الكباشيون على شيخهم. لما لقوا الكلام ده قال طبعا إذا ضعف الحديث تبقى الآية محكمة وهي قول الله عز وجل لهم ما يشاءون عند ربه. وهذا من تدليس وتلبيس الصوفية ومعهم الجبهجية، لأن هذه الآية ليست بهذا الفهم المغلوط من هؤلاء الناس، عرفتها؟ فهم ينتزعون أدلة في نفسها صحيحة لكن لا تدل على شنو المعنى. ممكن أنا أجي أقول لك الزول اللي بيبقى صوفي بخش النار، الدليل شنو؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا أنكرت إنه هذه ليست سورة من القرآن أنت كافر، لكن هل تدل على المراد بهذا الفهم؟ طيب، لهم ما يشاءون عند ربهم ده في الجنة، ويدل على ذلك سياق الآيات من سورة الزمر. ربنا سبحانه وتعالى قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، الآية 33 34 من سورة الزمر. طيب نشوف كلام علماء التفسير في هذه الآية. قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية، ترجع بس لتفسير الآية 33 من تفسير الطبري، قال الذي جاء بالصدق، بعد ما يتكلم عن الذي جاء بالصدق وصدق به على أقوال، بعضهم قال هو الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصدق لا إله إلا الله، والذي صدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال الذي صدق به أبو بكر الصديق، وبعضهم قال جميع من صدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الطبري لهم ما يشاءون عند ربهم يقول تعالى ذكره، يقول تعالى ذكره لهم عند ربهم يوم القيامة، لهم عند ربهم يوم القيامة ما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم. أين هذا من قولهم لهم ما يشاءون عند ربهم يقول للشيء يكون فيكون، ودي الجنة والسم بمرق السم، ده وين من قول الله في الآخرة؟ في سم في الآخرة، في عقارب، في زول داير جنة في الآخرة، في زول داير مطر زي ما مشوا أخواننا ناس نبيل، مشوا قرية في النيل الأبيض، خشوا الغرية عملوا نصيحة، لقوا الناس عاملين مشكلة مع الفكي بتاع الحلة. ليه؟ لأنه أدوا قروش عشان ينزل المطر 40 يوم ما نزلوا لهم، فلما مشوا له قال لي أنت كذاب ولا شنو؟ قال لهم في الفكي في الحلة الثانية ما ماسك المطر، هو ما دايرنا ننزلها. طيب ده ما أقوى منك، عرفت؟ إذا صح، عشان كده ربنا قال لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى لو كان معه وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. زي ديل لدار نزله والدول قروش، انت هدوك القروش ما قادر تجيبها، هدوك قروش مسكت البياض ما قادر تجيبها، قال الدول القروش داك قال لي ما نزل، مشوا دارين يشاكلوا الفكي داك، طيب مشيلوا القروش امشوا هدوها لي داك، وداك البلف ولا شنو؟ ده كله كلام باطل يا اخوان، ده كفر بالله. ربنا قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، ده ربنا. ودي الاعتقادات اللي بينشروها محمد المنتصر وغيرهم من المجرمين الصوفية. دارين السودان يبقى بهذه الطريقة، نمشي لحمد المنتصر نقول له جيب لنا 13 متر مكعب من الماء في الكلاك للفة، والشجرة ما دارينها لأنه دي تبع الريكيني ما دارينها، ويبقى البلد تبقى لعب. شوف الكفر بالله ده كيف. طيب قال الإمام القرطبي لهم ما يشاءون عند ربهم أي من النعيم في الجنة، بس ده كلام القرطبي، أي من النعيم في الجنة. هل
مسيد الكباشي هو الجنة؟ قال ابن كثير يعني في الجنة، يعني في الجنة مهما طلبوا وجدوا ما تشتهي الأنفس. ربنا قال لهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. وربنا قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوط وطلح منضوط وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ده معنى الآية، لهم ما يشاءون عند ربهم. ولذلك ابن كثير قال يعني في الجنة مهما طلبوا وجدوا. ولذلك يا أخواننا الشبهات دي واضحة، وتجد عشان كده بيجيبوا لك شبهة لما تجي ترد عليهم بالأدلة بيجي يقولوا لك ما تنزل فينا آيات الكفار. طيب انت عملت عمل المسلمين عشان ننزل فيك آيات المسلمين؟ وهذا يذكرني دائما بما نقل ابن الجوزي في كتابه أخبار الظراف والمتماجنين، الكتاب على نسق كتاب أخبار الحمقى والمغفلين، الاثنين منسوبات لابن الجوزي. قال من بدع الناس إنه كان الواحد لما يموت له ميت، وإلى الآن البدعة دي قاعدة، قال بيجيب واحد من الناس اللي بيقروا يجي للقبر بتاعه يقرأ له آيات النعيم عشان ما بعرفوا لشنو ذاته النعيم بيقرأ له. فقال في واحدة مفلسة، مرة مفلسة بعدين ولدها عزيز عليها واحد ومات، فجابت زول يقرأ له ولدها وقامت أدته درهم، فبقى يقرا لا ان المجرمين في ضلال وسعر. قالت له اين ان المتقين في جنات ونهر؟ قال لها ذاك بدينار. درهمك البسيط ما بجيب لك جنه، فهمت؟ وشوف الليل كيف كويس. ونفسي هذه الوسائل يا اخواننا في اكل اموال الناس بالباطل موجوده عند الصوفية اليوم، يقول لك لو داير جنى ذهب، جنى تجيب وجيتين ذهب والبيت بوجية بتاع الذهب، كل غش وأكل لأموال الناس بالباطل، وفوق ذلك هو ادعاء وطاغوتية ليس لها مثيل.